يهت ماما. ما تخاف، اسمعني، نحن هنود هربانين من القلعة اللي حبسنا فيها الشرير، ماشي حبيبي؟ وهلأ لازم نهرب من هون من غير صوت، ماشي؟ طيب بلكي مسكنا، كل مرة بنحاول نهرب شي بيمسكنا. اسمعني، ليك اليوم ما رح يكون مثل قبل أبداً، في عنا ضيوف قاعدين تحت، والحراس كلهم طلعوا، ما في غير نجيب، نقدر نهرب بلا ما يحس علينا، إيه؟ يلا يلا اركض اركض. البيس جاكيتك بسرعة بسرعة، يلا يلا استعجل استعجل.
دايمة، شربنا القهوة ووقعنا الوراق، صار لازم نمشي. بس لسه ما قعدنا يا جماعة، طريقنا طويل بتعرف. أنا بحملها. تفضلوا. على فكرة مصطفى بيك، أنا كتير حابة إني زور ضيعتكن. تعي لحتى أرجيكي قيمتك. خلصنا هنيك. بتشرفي إمتى ما بتحبي، بس لسوء الحظ حبيبتي إيشن أنا ما بحب الضيوف كتير، بالذات اللي بيكونوا عيونهم فاضية. خير يا طاهر، شو كأنه عجبك البيت؟ لا بالعكس، في أشياء مو عجبتني. مثل شو؟ الكدمات اللي على إيدين مرتك. فيني أفهم شو دخلك بهالموضوع هاد يا طاهر؟ طاهر بيك لو سمحت، نحن من فترة قريبة مرقنا بظرف كتير صعب، سرقة. في حرامي بغيابنا فات على البيت من فترة، ونفس قدرت إن تقاوم الحرامي لحالها، ونحن لهلأ تحت تأثير هالقصة وما صدقنا إمتى نسيناها. طاهر